يورو بنت المدير الفني المنتخب مصر اتخطبت، اتقرت فتحتها شهر 4 اللي فات واعلنت عن خطوبتها في الساعات الاخيره. كل حاجه كانت ماشيه في حفله الخطوبه اللي كانت على الضيق كويس قوي، لحد ما حسام حسن قعد يعيط وساب بنته ومشي. يا ترى يارا اتخطبت لمين وليه حسام حسن عيط وسابها ومشي؟ لو عاوز تعرف ايه اللي حصل بالظبط خليكم معانا في الفيديو ده. في حفلة على الضيق وعائلية احتفل المدير الفني المنتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن بخطوبة بنته يارا. يا ترى اتخطبت لمين؟ يارا اتخطبت لرجل الأعمال أحمد راشد. الحكاية حسب ما نشر موقع مصراوي إن من 6 أسابيع وتحديداً يوم 26 إبريل اللي فات حسام حسن قرى فتحة بنته يارا على رجل الأعمال أحمد راشد. الساعات اللي فاتت عملوا حفلة الخطوبة واللي كانت على الضيق، والكل اللي ما يعرفوش يارا بنت حسام حسن تعال احكي لكم عنها شويه. يارا شبه باباها جدا في الملامح، هي اول خلفته، بنته الكبيره بتعشق الكوره زي باباها، بس بالرغم من كده درست الاعلام في الجامعه الكنديه الدوليه. وغير دراستها يارا متفاعله بشكل دائم على موقع انستغرام بيتابعها عليه 44,000 شخص، كمان بتشتغل وبتدير صفحه على انستغرام فيها صور لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من محبي الموضه والفاشن غير السوشيال ميديا، وعندها موهبتين الرسم والتصوير. يارا بتحب عائلتها قوي، هي واخوها عمر واختها زينه وباباها قريبين جدا من بعض. بتحب يارا الاجواء العائليه، دايما بتنزل صور ليها مع عائلتها على صفحتها على السوشيال ميديا. يا ترى بقى هي اتخطبت لمين؟ يارا اتخطبت للمحاسب احمد راشد، هو ابن رجل الصناعه المصري ورجل الاعمال علي راشد، كان عضو جمعيه الحديد والصلب المصريه ورئيس شركه طيبه للحديد والصلب في 2020، وده حسب حوار نشرته جريده الوفد معاه، واللي كان وقتها بيتكلم عن مستقبل الصناعه ومستقبل الاستثمار في مصر. احمد اخذ من باباه حبه للصناعه، بقى رئيس مجلس اداره مجموعه راشد للاستثمار والعضو المنتدب لشركه طيبه للحديد، كمان العضو المنتدب لشركه القاهره للزيوت. أحمد عنده أخت اسمها ريهام، حسب ما نشرت جريدة الوطن أحمد درس التمويل والاستثمار في واحدة من الجامعات الخاصة. أصل العيلة في الأساس من المنصورة، بس هم عايشين في القاهرة دلوقتي. يارا بقى في حفلة قراية فتحتها في شهر 4 اللي فات ظهرت بفستان جذاب وأنيق جدا، كانت لابسة حسب الصور اللي نشرتها على حسابها على انستجرام جامب سوت باللون الأبيض، حتى مكياجها كان مناسب جدا مع الإطلالة الهادية دي. الجامب سوت كان عبارة عن طقم من قطعتين بلوزة وبنطلون، وكان من غير حمالات. سعر الجامب سوت ده حسب ما نشره موقع متخصص في الأزياء والموضة معدي 9000 جنيه. أما في حفلة الخطوبة اللي كانت من ساعات فاقتصرت بس على أهلهم وبعض الأصدقاء المقربين من مشاهير الرياضة والفن، يعني مثلا حضرت الفنانة هالة صدقي والفنان عصام كاريكا والإعلامي مهيب عبد الوهاب. الفرح كان تحفة، كله رقص وأغاني والناس كلها كانت فرحانة، بس حسام حسن كان زعلان لدرجة إنه عيط. ايه السبب بقى؟ في الفرح اول ما اشتغلت اغنية بنت ابويا اللي بتغنيها هناء يسري اتفعلت قوي يارا معاها، كأنها بتفتكر كل ذكرياتها مع باباها اللي ما قدرش يمسك نفسه من العياط قدامها وسابها ومشي من التأثر. في النهاية بقى قولوا لنا ايه رأيكم في حفلة الخطوبة واللي عمله العميد في الفرح.